أنا مراصد as a volunteer للمراقبة على الانتخابات النيابية بمختلف مراحلها، ابتداء من تسجيل المرشحين وصولا إلى مرحلة المراقبة على الدعاية الانتخابية وصولا إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة المراقبة على يوم الاقتراع. هو أكثر شيء تعلمته أنه كيف أكون محبة للخير دائما، أعامل الناس مش على مظهرها الخارجي، إنه أتقبل الناس شو ما كانت أجناسها، شو ما كانت طريقة تفكيرهم، يعني بغض النظر عن مثلا البيئة اللي هم عايشين فيها. كثير في ناس بتحب إنها تكون جزء من هاي المشاركة بالعملية السياسية وإنه تدعم الشخص المناسب، بس برضو في ناس إنه بتحجب هاي الثقة أو إنه بتحجب إنها تصوت، بتبعد لأنه ممكن لأنه بالسنوات الماضية كان في شوي بعض النواب يعني ما لبوا احتياجات المواطنين الكاملة، أو ما كانوا يستمعوا للمواطنين ولا لآرائهم أو إيش المواطن بيحتاج أو كيف بده يدعمه، فصار في عنا جانب إنه المواطن ما بده يصوت. أنا بعتقد إنه بهاي الانتخابات مهم المشاركة فيها، لأنه إحنا في مرحلة الانتقال الديمقراطي، لذلك يجب علينا إنجاح هاي العملية، أو إذا أردنا لها الإنجاح يجب علينا المشاركة فيها. ولكن أنا بشجع أنه تكون المرأة موجودة بالبرلمان الأردني، وبشجع وجود الشباب، لأنهم الشباب هم قادرين أكثر أنهم يفهموا همومنا، قادرين أكثر أنهم يفهموا إحنا إيش اللي بدنا إياه منهم أنهم يعملوه بالبرلمان. ما تضلوا واقفين بمكانكم، اسعوا لمستقبل أفضل، وصوتك أمانة أعطيه للي بيستحقه، وشارك بالعملية الانتخابية.